اسلم يا شباب، مرحبا بكم في فيديو جديد معكم مايك ناين كالعاده. اليوم فيديو باش نوريكم كيفاش انا حضرت روحي للتشالنج نتاع تونيزيان فيتنس اكسبو. للي ما في بالوش، التشالنج هذايا عباره على دو زيكزيرسيس اللي هما الهاند ريليس بوش ابس والسومو سكوات. من الاخر لازمتك تعمل 50 هاند ريليس بوش ابس و50 سومو سكوات في اقل وقت ممكن، وعندك شانس انك تربح فلوس وبروتين باكس. لهنا انا نهارتها في الجيم، وهذاك اول نهار مشيت باش نجرب فيه التشالنج هذايا. على اساس ماشي في بالي باش نكملوا فاسيلمون ويبدا سهل حلوه وجوي احلى جو. يا اخي طلعت الحكايه معقده اكثر برشا من يتصور. اول مره كي جربت التشالنج بديت بالسومو سكواتس، والحاجه اللي ما كنتش نتوقعها اني ديجا كي نوصل للبومات نلقى روحي نلهث ومبيل، على خاطر انا فريمون ما نترينيش كارديو جمله. ديكو اونترينمون كيما هكا اللي ورا بعضه مده دقيقتين ديجا تقطع لي السفل. دونك كما تشوفوا هاني قاعد نتعذب، والبومبات يعني وصلت عملت لي 20 ورا بعضهم بعد وقفت ورصلت نرتاح. ديكو عرفت اللي لازمني منه هكا نبدا بالبومبات قبل ما نبدا بالسكواتس، على خاطر نصور روحي نجم نعمل سكواتس ورا بعضهم بعد ما نكمل البومبات من غير مشكل. بعد النهار هذاك حسيلو عديت، بقيت الجمعه وانا نترينا هكاك مره كل نهارين، وانا نعمل في الهاند ريليس بوش ابس باش نولف الميوسكل بالموفمون هذا. دونك نعمل هكا سيتس نتاع 20 هاند ريليس بوش ابس خاطر انا نخدم على الاندورونس ونحاول نخدم الماكس بوسيبل. باهي دونك انا توا نورمالمون كي نخدم ليسي باش نترينا على ستامينا، على خاطر 50 بومب يتحسبوا ستامينا، ديكو لازم نخدم في كل سيت 20 بومب على الاقل، وانا نخدم في 13 و14. بون دو ان ليكزيسيس بصراحه اصعب مني كنت نتصور، ودو دو يعني كل ما نهبط على القاع يعني ستريس الكل يجي هنا في الحجاب الحاجز في فم كرشك، والجولية توجع على الاخر بلاصة هذيك، وكان باش يعني نتكى بكلني باش تولي توجعني في محاشفي. ديكو عندي خيارين، يعني من جهتين براس ما عندي وين هارب، انا جوج لازمني نكمل وكا ليتس جو. ايش نحاول نعمل 20 سولي ياتس الرحلي السيابي ليتس جو 1 2. استرس نحس فيه كله هنا في الكتف، فما حد شيء في الصدر بريسك، اما الكل ستريس الكل يتحط هنا. يمكن خاطر فورنتي غلطه شويه ما نعرفش بصراحه. بدوك انا تو مع بينومي ريان عطايا غاديك باش يجرب لي بومب هذوما، قال اللي هما ساهلين، اما حتى انا من الاول كان ماشي في بالي هما ساهلين، اما كي جربتهم اكسح برشا ملي تصورت. ونحبك هما ساهلين، هما ساهلين على الاخر. باش نعرف قداش حاجتك انت؟ عمل 20 ورا بعض 20 وكاري قد تزيد 20، اما بالوقت خاطر التشالنج هذايا راه بالوقت 20 وكاري قد تزيد وات قد تزيد 20 وكاري 4000 4 سنين. يا تو رايم باش يعمل 5 باش يفهم الموفمون على قاعده، وبعد باش يعمل 20 ورا بعضهم في اقل وقت ممكن. سيدي تفيك سيدي هز يديك يعني مش تحلهم هكا، ما تحلهمش هكا، جست طلعهم من القاع هكا، اه عاود هبطهم على القاع، اطلع اهبط هزهم من القاع هكا هكا امشي صحيح هزهم من القاع. باهي تو باش تعاود نفس الشيء، يا شنو ورا بعضه سيري ورا بعضه ما ترتاحش، نعطيو 30 سكوند راحه وبعد يرجع. ابر 1 2 3 توب 1 2 3 4 2 هذا هو الوقت نتاعك 42 ثواني. باهي عملتهم 20، اما شنو وقتك خايب على الاخر. اوكي سلام، دوك اليوم ان شاء الله نهار الاخر، يوم 19 قبل بنهار اللي توفى الكومبيتيسيون، باش نجرب مره الاخرى التشالنج هذايا، وان شاء الله ربي نعمل في اقل من دقيقتين و45 ثانيه خير من اللي عملته البارح. اوكي والضوء راه على ظهري يوم دقدق. اوكي ريدي نفوق التوب نبداو. بسم الله 1 2 توب 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30.
41 1 2 3 4 5 6 35 36 37 38 39 اي 40 10 اخرين 10 اخرين 1 2 3 يلا 4 20 5 6 7 3 اخرين 3 اخرين 3 اخرين 8 يلا 9 كعب اخرى كعب اخرى ايه يلا 2 مينوت 2 مينوت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 10 اخرين 10 اخرين دقيقه 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 مينوت 3 مينوت وبيت أصعب شيء. قمت اليوم الصباح نلقى مشهد مش نورمال في الدار. نين هو مش مشكلة يسار صار تحط شيء في قلبك يسار صار هو كنت تشرب أحسن شيء بروتين وفلوس مش مشكلة مش مشكلة نين قوموا خيرا في غيرا خيرا في غيرا أكشت هيك ما ثلاثة متاع صباح راقد ما يجيش راقد هذا ما يجيش تعمل فيه كانك طفي الضوء وارفض على روحك مش مشكلة خلصوا معك بالضوء عشوي لا حقا بصير ايش يصل لضاري وكيك